شاء الله ناخذ بعين الاعتبار كل التجارب التي عشناها في السابق، ومنها ما كان مضر جدا، ولا غير نرجع برك السنتين الاخيرتين راكم تذكروا واش صرا في ولايه عده في وسط البلاد وفي شرقها. نتمنى ان شاء الله ما نزيدوش نعيشوا هذه، ورانا جهزنا نفوسنا كما ينبغي للتصدي لحرائق الغابات، للتصدي للثروه. راكم تشوفوا احنا القمح والشعير وكل يعني هذا السريال نجيبوهم بثمن كبير، ومن بعد لكم ما ناخذوش الاحتياطات لازم الشيء الخليل اللي والبلاد تاعنا معروفه بالشحيه في الماء، الشيء الخليل نجيبوه لكون يعني ثاني كذلك نتخلاو على بعض من الترتيبات وش يروح هباء يعني في الحرائق. خلاص تما كيراوها هي العمليه راه فيها المراقبه، راه فيه فريق اللي تنقل الى امريكا الجنوبيه اللي يشوف جاهزيتها، وان شاء الله يلتحقوا بنا. وممكن ممكن جدا 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 ان شاء الله الطائره الكبيره هذه رغم الصعوبات اللي واجهناها بالنسبه للحرب الروسيه الاوكرانيه، انما ان شاء الله ستكون العمليه تكون جاهزه ان شاء الله.